الحديث عن آخر تطورات المشهد السوري ينضم إلينا من مرسين التركية الأستاذ غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. أهلا بكم أستاذ غزوان إلى استوديو الرافدين. نبدأ من تقرير هيومان رايتس ووتش الذي يتحدث عن منع النظام لعودة النازحين إلى مناطقهم، يعني تحت أي بند قانوني يمنع النازحين من العودة إلى ديارهم؟ تحياتي لحضرتك أولا. ثانيا، المسألة ليست بحاجة إلى مصوغات قانونية بتقديري، لأن طبيعة النظام أصلا لا تنسجم لا مع الدستور ولا مع أي قانون. الناحية الثانية، أنا أعتقد أن هذه الإجراءات هي واحدة من تبديات القانون رقم 10 اللي أصدره النظام، واللي بيتعلق بإنشاء مناطق تنظيمية وإعادة أعمار تلك المناطق وفق يعني خطة ممنهجة معدة من قبله بتولاها حيتان المال والأعمال اللي طالما وقفوا إلى جانب النظام ودعموا بالاقتصاد والمال وفي سياق الصراع بين أدوات هاي النظام الأمنية والمجتمع السوري. نعم. الحقيقة يعني كارثة هذا القانون أنه هو لا ينتهك فقط حق دستوري من الحقوق المنصوص عليها للمواطنين السوريين في الدستور اللي هو حق الملكية، إنما أيضا إضافة إلى ذلك يعني ينتهك المركز القانوني لأصحاب العقارات، بمعنى أنه يبدل المركز القانوني لمالكي العقارات من مالك لعقار على وجه الاستقلال إلى مالك لمجموعة من الأسهم ضمن شركة لإعادة الأعمار أو ضمن يعني حزمة أسهم، قد يعني لو اشترك ثلاث أو أربع شركاء ربما يتحصلوا على ما يعادل عقار واحد. نعم، في مناطق أخرى يعني من المناطق في سوريا النظام يفرض قيود على النازحين، برأيك ما السبب الحقيقي لإجراءات النظام هذه، لا سيما بأن حقوقيين وصفوا ذلك بأنه عبارة عن تغيير ديموغرافي لبعض المناطق في عموم سوريا؟ بكل تأكيد هذا يعني واحدة من إرهاصات أيضا العملية المستدامة اللي عم يشتغل عليها طوال الوقت النظام في عمليات التغيير الديموغرافي في المجتمع السوري، ولعله أي زائر اليوم لأي مدينة في حلب أو في دمشق سيرى أن المجتمع هو غير المجتمع، والعادات وما يحصل حتى في الشوارع لم يكن له وجود أصلا في سوريا ما قبل سنوات الصراع، وبالتالي يعني ما يشتغل عليه النظام ضمن سياق قانون التجنيس، ضمن سياق القوانين إعادة الأعمار وتنظيم المدن والعمران، وهي القضايا كلها بتخدم سياق عام متصل لعمليات تغيير ديموغرافي ممنهجة ترتكب حتى قبل صدور القانون رقم 10 المشار إليه قبل قليل. يعني هناك حالات تجنيس بعشرات الآلاف لفئة معينة من المذاهب الإسلامية اللي هي المذهب الشيعي على وجه التحديد، ليتم تجنيسهم الآن في سوريا بعشرات الآلاف، مئات الآلاف الآن بلغ العدد. يعني نعم، الممارسات هذه ألم تجد لها مكانا في المفاوضات مع النظام سواء في أستانا أو جنيف أو حتى سوتشي؟ يعني بكل أسف لا المعارضة كانت جدية في تناول الملفات، يعني اللي يفترض أن تكون دائما حاضرة على الطاولة، ولا بطبيعة الحال النظام له مصلحة في تصدير تلك الملفات، وحتى المجتمع الدولي والمبعوث الدولي بذاته يعني كان كثيرا ما ينحي قضايا، وخصوصا قضية مثلا المساءلة والمحاسبة اللي هي ذات أولوية عالية، قضية المعتقلين اللي هي ذات أولوية قصوى، كل هاي القضايا كانت تنحى جانبا ونخوض يعني صراع مرير لأجله مع المبعوث الدولي وفريقه، لكن تنحى في سبيل ما يسوق على أنه يتم صناعة حل سياسي ولا يريدون معوقات أمام طريق هذا الحل. نعم، مجلة أتلانتيك الأمريكية تقول إن قادة إيران عازمون على عدم مغادرة سوريا في ظل الوجود الروسي والأمريكي، هل سنشهد صراع محاور آخر في سوريا مع إيران للخروج من سوريا؟
إيران استثمرت كثيرا في سوريا، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، على المستوى العسكري، وهي ترى أن بقاء هذا النظام ضرورة استراتيجية بالنسبة لها، وبالتالي لن تغادر سوريا إلا قسرا، يعني بإرادتها لن تغادر سوريا بكل تأكيد، لأنه هي من مصلحتها تقديم مزيد من الدعم لاستمرار النظام وإعادة تعويمه حتى عبر الحل السياسي، وهذا ما لازم يجب أن يشتغل عليه المعارضون لجهة رفض تعويم النظام أولا، ورفض تواجد القوى الإيرانية في المقام الأول وباقي القوى الأخرى في المقام الثاني بكل تأكيد. الأستاذ غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، وتابعنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.